نعيم عثمان جيسي أو كمد السياسيين تاهير شبيلي أيا كهذا شيء قعن كهذا الأحمر مسؤولين كترسن مامولكا دقمدا بولا بردة قبل كهيران نعيمة أيا كو أدي سي قدومي كو حقين كأمنيقا السياسة دقمدا بولاي إن أو كو حد قدبي قدوميها دقمدا بولاي سيدا أي هذا الكؤوليك تاي وحا عيبا ددوا وين مامول شيغان آيو إن أي سياسة ديان وحوال بو أي مركي توذي نقوي سنة أي يعني أي كسو طبقان شعب كأيدهان شعب كدبو قبا شعب كوديدين دي هاي مامول كميشي كجره أو غصر يو قدوميا ماهن مامولا ذاك لا أسيغو كوحيبو وحي دي دين يو قدوميا شعب إن أي دهان قدومي كوحيغان كأمنيغا سياسة دي دوقة مغالا ذا iyo gudoomiye ku xigeenka ayagoo isbahaysanaya waxa ceeba in laba ruux oo masuuliyiin oo isqabtay oo wili mid adig kugu hayb yahay in aad mid ka kaleenta aad yaani ku xad gudubto oo ka been sheegto oo aadan karun sheegin taas oo kugu ceeb marka waxa ceeba in gudoomiye wuxuu qabtay la xaqiro لكن وحي أو محي هذا مقضنا للشيخ الله دمه إن وحن بوسمية وحن بوسمية حق بقول لي إنه تقالمه وذا هذا اللي ده دين حق بقول لي إنه تقالمه إن وحي أمن الدروة ذا وحي حق الدروة ذا وحي دجان كقوة ذا إنه لقوية إنه لا تقالمه أو لقدومي ويا شعب كاس الله صدرتي دجان كان أول شيء إن وأنا نن كلا يقانو حرفت يا أقانو أولى إن اسكما إيمان ماشى سان قيبسي كليه وليبا مكوينو كليه هادو كشقي بلعذي مقالة إن لسوعي ليو وفرقيدة دين عيسا كاقاتا سو قدومي واحد يدي دحبو داي هادو كشقي حلقي كورونا فايروس كا عرمها فايدور تاي عافمات كا اوغي اغب كي فرحال كا يا نظافة دا وعي قلن دقمدة اسمي غارب مكروفن كو حراي وشاقي بلشادة إني كل فجذان أي سمية نظافة أي سن سوء إيمان وكشقي وحو كرميري وبلشذ أصابن دقي جواها عافي ماذا الدق ماذا إني أدو ليتان هذين قلها العافيات كا دوين كا أو كلماتي قهلو بهن يحل جاس هذين قلها صريره يكود جفال هاين هذين قلها نكشتو إسبتالك وبهن يهاي وصابن دقي إسبتال هذا إما جواها عافيات كا الدق ماذا كويال waxaan ognahay xafiisyada aad hadda ku faaneysa adigoo gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda ah oo waan dhisay aad leedahay inuu asaga qalabeeyay kombiyuutaradii dhigay agabka u baahnaa dhigay isla adinkii fiidiyo guwayaala adoo gudoomiyaha amniga siyaasadda ee duqo magaalada aad u hanbaliyeynaysan adeysan masha Allah waxaan helnay wiil yar aqoonyahana masha Allah uu qurxiyay xafiisyadii agabkaan uu noo keenay asay cidna garab ka siinin dawladda hirshabeela maamulka ama dawladda dhexe ama cid kale gooni isxil qaamay isxil qaana wadankiisa inuu ku dhisto u diyaar garoobay asoo mushaarkiisa mid hadda waxba kama qaatay hirsha maamulka hirshabeela ama degmadaas hawna cashuur fiican kama jirto wax fiican hadda uu ka qaataan ma jirto taasi waxay ahayd Naciime Cismaan Geese oo ka mid ah siyaasinta hirshabeela kana hadashay gacan ka hadal dhexmaray maamulka degmada buula burde ee gobolka hiiraan.